يعني احنا بنعرف الكبار وجايز الجيل الثاني او الجيل الثالث، وكان الشباب دول ما بنعرفهمش. قال لي لا ارجوك ابقى اسال لي. اسال لي كده يا استاذ وحيد، ده انت تسال الدنيا كلها. اقول لا لا انا مش عايز احرج حد، بس ايه كده ايه دع، هو كان يقول لك دع بس وابقى قول لي بس. فايه بعد يوم ولا حاجه او كذا اقول له لا ده يمكن تشابه في كذا، او دول مش ما لهمش علاقه، مش عناصر تنظيميه ويعني حاجات كده. قول لي اه طب كويس الحمد لله، كويس انك نورتني، عشان انا ايه اه والله الله يرحمه الله يرحمه. قال لي كنت والله هعمل مشكله وكنت هكتب مقال حاجه بالمعنى ده. وبعدين في بعض الحاجات الله يرحمه يقول لي في حاجه عايز اتكلم فيها هتستحملها؟ فاقول له استاذ وحيد ما حضرتك عارف احنا موقفنا واضح وموقفنا تقريبا 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 قريب، يعني احنا قول لي لا يعني في قضيه معينه تطرحها ونتكلم فيها ونتكلم والله. وبعد ما يخلص استاذ وحيد قال لي ايه، بيكلمني بيشكرني كتير، مش عايز اقول لحضراتكم في حاجات كثيره ربنا يرحمه، بس كان بيحب مصر حب يا خبر ابيض، حب بجد. ودايما كان يقول انا ما حد، انا فلوسي وحاجتي وايه من شغلي من عرقي زي ما بيقول كده، ما حدش بيجاملني في حاجه. دايما والله كان لما يبقى فيه ايه وليه زعلان، بيبقى فيه بعض المكالمات زعلان جدا حاجات كتيره يعني جدا. استاذ وحيد بالراحه ارجوك لو سمحت، انا مش عارف ايه وانا ايه، ما احنا البلد ما فيش غير كذا كذا، ايه ده كتير. ربنا يرحمه بيحب مصر حب يا جماعة، مهما أقول لحضراتكم حب البلد دي حب. يا الله يرحمه الله يرحمه. الفاتحة الفاتحة سويا على روح كاتبنا الكبير الراحل وأستاذ وحيد حامد. الفاتحة ربنا يرحمه ويحسن إليه. متابعة.